السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي إشعارات على الكل حتى يوصلك أي جديد حلقة جديدة. أشكركم على كل الدعم الرهيب اللي تقدموه على القناة يا أتم المتابعين يا أحلى مميزين. خلينا نبلش بحلقة اليوم. بس أحبس توتة الحادث كانت لابسته لابسة كراتشي والمحبس نزح أمه قالت يعني الموضوع هيك وهيكي جتني بالحلم فسوي الشذرة ما تظل لابسته حتى لو 3 أيام خاطر يعني كان كلش تحبك تي أقرب شيء لها فكده طول عمري بقى لابسته ما أسألك زين خبر وفاتها شلون وصلك الله؟ طبعا هسه نريد نعرف شلون تلقت خبر الوفاة، يعني الله يساعدها ويساعد كل انسان يتلقى خبر وفاة احد احبابه، وهذا الشيء كل الصعب. خلينا نسمع التفاصيل من اماني علاء والله يعينها حقيقة. ادري شلون عرفتي العادة؟ كنت ما نايمة يومين مو يومين يعني يوم صبحنا على ثاني يوم الأربعاء العصر نمت رد عليه من دون الأيام أنا مخلي تليفوني عام فأجاوب من دون الأيام إنه كل المقربين داقي من دون الأيام وأنا تقول لي الحين على توتة مسوي حادث إنه أنا بالعادة متعود على توتة يومي مسوي حادث بس حادث يعني بسيط حتى تطلع ما متأذية منه مسوي حادث تعرفين اي اعرف بس انا ما ادري انه شنو الحادث شنو متكسره قولوا لي قلبي يأذيني تراني بكى هو بكى ماتت صرخت ماتت زين فخذت شهد قام تبكي ما ادري ايش صار اريد اقوم اركض هيك بالشارع هيك اركض بالشارع حافيه اريد اقوم زي ما ساعدني اقوم. جينا لنهاية الحلقة، أشكركم على المتابعة، ربي يحفظكم يا أجمل المتابعين يا أحلى المميزين. إذا أول مرة شوفنا لا تنسى تشترك وتخلينا لايك، تعليق حلو مثل وجهك. شوفك بحلقة ثانية، مع السلامة.